السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم أبنائي وبناتي؟ أتمنى أن تكونوا بكامل استعدادكم معي. معكم معلمتكم منال صالح الغريب، معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف الثاني ابتدائي الأذكياء الرائعين، معي في مادة لغتي للفصل الأول. عنوان درسي أيها الأبطال حرف التاء. مجالنا المستهدف هو المجال المعرفي، أما المجال المساند هي مهاراتي الحركية الدقيقة التي نستخدمها في الكتابة بإذن الله. أهداف الدرس الذي نسأل الله أن يوفقنا فيها، أولاً أن يحفظ الطالب والطالبة شكل الحرف تاء، بعد ذلك أن ينطق حرف تاء بالحركات الفتحة والضمة والكسرة، ثم ننتقل إلى أن يستخرج الطالب والطالبة الحرف تاء منفصل وجزءاً من الكلمة، ثم أن نسمي صوراً تحتوي على الحرف تاء، أخيراً أن يكتب الطالب والطالبة الحرف تاء منفصل وجزءاً من الكلمة. ظهر أمام الحرف المميز الذي هو عنوان درسنا حرف ماذا يا ترى؟ من يعرف هذا الحرف؟ إنه حرف تاء، تاء بالفتحة، فيصبح فمي مفتوحاً عند نطق هذا الحرف، تاء، تاء، جميل جداً، رائعين. لو طلبت منكم قليلاً اعتبروا إملاء منظور، ضع دائرة على الحرف تاء، استمع واستخرج، اسمعوا صوت الحرف، أنا أطلب منكم تستخرجوا لي حرف تاء، تاء، إذن ما الحركة التي يحملها؟ ممتاز، حركة الفتح، فأنا فتحت فمي، قلت تاء، تاء، ممتاز، إذن أين حرف التاء؟ من وجد حرف التاء؟ يبدو أننا وجدنا حرف التاء، هذا هو حرف التاء بالفتحة، إذن هذا هو صوت الحرف الذي سمعنا المعلمة تقوله، أليس كذلك؟ إذن هذا حرف تاء. سؤال آخر، ألاحظ وأستخرج، أبنائي وبناتي أريد كامل ملاحظتكم معي الآن، حدد الكلمات التي تبدأ بحرف تاء. تاء بالفتحة، الكلمة الأولى كلمة تاء، تاء، فتحت فمي؟ أحسنتم، تاء تمر، إذن نشير على هذه الكلمة، فالتاء هنا مفتوح يحمل حركة الفتح. طيب ننظر إلى الكلمة التالية، تاء، رددوا معي حتى تكتشفوا، ها، تاء تنورة، تاء، نعم إنها تحمل حركة الفتح، وأيضا لاحظنا أني فتحت فمي عند نطق حرف التاء، تاء تنورة، ممتاز، إذا نتفق أن نختار هذه الصورة أيضا، تاء. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة، خو، خبز، هل فيها حرف باء؟ ها في الأول؟ إذن لا يوجد حرف الباء في أول الكلمة، إذن نعتذر من صورة خبز. نشاهد الآن إذا كانت، أحسنتم، إذن كانت إجابتنا صحيحة، تاء تمر تحوي حركة الفتح، تاء تنورة أيضا التاء هنا عليها فتحة في أول الكلمة، ممتاز. هيا ننتقل إلى فقرة أستمع وألاحظ، لدينا قصة قصيرة، مستعدين للاستماع إلى القصة؟ هيا أستمع وألاحظ، من هم أبطال القصة؟ عن من تحدثت قصتنا؟ في يوم من الأيام جلس حرف التاء في منزله، وأثناء استرخاء حرف التاء بداخل المنزل سمع فجأة صوت طرق على الباب، من على الباب؟ سمع صوت يقول أنا، أنا، رد عليه حرف التاء، من أنت؟ لن أفتح الباب حتى أعرف من أنت، رد عليه الصوت من الخارج، أنا الضمة، الأخت الثانية للفتحة، هل نسيتني؟
جاء حرف التاء، وكيف أعرف أنك الضمة؟ ردت عليه الضمة قالت: أضم شفتاي عند النطق، لذا دائما أحمل الضمة فوق رأسي. لقد عرفتك، تفضلي تفضلي. وأدخل الضمة. انظروا إلى الضمة، ها هي الضمة. قالت له: لقد أتيتك اليوم لأمنحك حركة الضمة، فيصبح شكلك تو. إذن الضمة إذا دخلت على الحرف شكلت، فيصبح شكله تو، وتنطق بضم الشفتين تو. لاحظوا كيف ضمت شفتيها الضمة تو. إذن ماذا فعلت الضمة للحرف؟ أحسنتم، شكلت وأعطته الحركة فوق رأسه، ثم أصبح شكله شكلت وأصبح شكله بهذا الشكل. أحسنتم، وأصبح يحمل حركة الضم. إذن ألاحظ وأقرأ تو تو. ماذا لاحظتم؟ ضعوا أصابعكم أمام الشفة، هيا ونردد الحرف. ماذا لاحظ أنا شفتي؟ صارت ماذا؟ تو تو. إذن أصبحت شفتي مضمومة عند نطق الحرف بحركة الضم. مرة أخرى نردد تو تو. أحسنتم، إذن هنا صوت الحرف يصبح تو تو. أين حركة الضم يا ترى؟ أستمع وأميز. أنا قلت تو، إذن أي حركة أضع على الحرف؟ تو. أنا ماذا فعلت؟ ها لاحظوا، تو شفاه كانت ماذا؟ مضمومة. إذن أختار أي حركة، حركة الفتح أم حركة الضمة؟ ما لونها طيب حركة الضم؟ إذن نختار حركة الضم باللون الأخضر، رائع. نختار حركة الضم وتصبح تو تو. هكذا نصبح شكلنا الحرف تو. ممتاز، إذن هنا تنتقل حركة الضمة. أبحث عن حرف تو الموجود على التفاح. الآن فقرة أختار وأجمع. ماذا نجمع؟ يقول السؤال: اجمع حرف تو بالضم الموجود على التفاح. أمامي عدة تفاحات، ولكن أنا أريد التفاح التي تحمل حرف تو، ويكون يحمل أي حركة؟ حركة الضم، رائع. إذن يكون حرف يحمل حركة الضم، ويكون كيف أقرأ حرف تو؟ نشاهد حرفي الأول، أين النقطتين بداية؟ ها، هل هي في الأعلى كالعينان؟ إحنا اتفقنا أن حرف التاء يشبه الباء كالصينية، ولكن له ماذا؟ له عينان في الأعلى. إذن هذا ليس هو حرفنا، حرف التاء. هنا ما هذا الحرف الذي يحمل العينان في الأعلى ويشبه الصينية؟ إنه حرفي، حرف التاء. إذن ما الحركة؟ كيف أقرأ إذا كان يحمل هذه الحركة؟ أحسنتم، نقول تو تو. ممتاز، إذن أقول تو. نضع التفاحة الأولى في السلة، هيا نكمل باقي. هنا هل هو حرف تاء؟ أحسنتم، ليس حرف التاء. إذن ننتقل إلى هنا، ما لون حرف التاء في التفاحة؟ إذا كان هذا حرف التاء بالضم، ما لونه؟ أخبروني عن لونه في أي تفاحة هو. أحسنتم، هنا الحرف باللون الأسود هو حرف تو تو. ممتاز، يحمل حركة الضم ونقرأه نقول تو. ممتاز، إذن هيا نجمعه حتى نضعه في السلة. الحرف التالي هذا
البنفسجي هل هو حرفي المطلوب؟ هذا الحرف لا يشبهه بتات البتة، إذن لا نختاره للأسف، نعتذر منك. ننتقل لتفاحتنا الأخيرة، الحرف باللون الأصفر، هل هو حرف تو؟ هل هو مطابق لحرفي ونقرأه تو؟ ممتاز، إذن كم تفاحة يا ترى جمعنا؟ من يعد معي كم تفاحة وجدنا عليها حرف تو؟ 1، أحسنتم. 2، 3، إذن كم تفاح؟ 3 تفاحات تحمل حرف تو. ممتاز، رائعين أبنائي وبناتي. هيا ننتقل إلى فقرة ألاحظ وأقرأ. ألاحظ وأقرأ، كيف ننطق الحرف في الكلمة؟ ماذا تشاهدون؟ ما هذه الفاكهة الحمراء الجميلة؟ أحسنتم، إنها، لاحظوا كيف نقول تو. تو تفاح، تو تفاح، تو تفاح. أين حرف التاء؟ من يشير على حرف التاء الموجود في الكلمة؟ نعم، هذا هو حرف التاء مضموما، رائع. إذن هنا كيف نطقنا الحرف؟ كيف كانت الشفاه عندما نطقت الحرف؟ قلنا تو تو تفاح تفاح، لأن الحرف يحمل حركة الضم، فأضم شفتاي عند النطق وأقول تو تفاح. يا ترى ماذا لدينا هنا؟ ما هذه الفاكهة اللذيذة؟ إنها توت، توت. إذن هنا حرف التاء مضموما، نقول توت. هيا، من يضع دائرة على حرف التاء أو يشير عليه؟ جميل جدا، هذا هو حرف التوت، توت. إذن كيف نطقنا أبنائي وبناتي؟ قلنا تو توت بضم الشفتين. جميل جدا، ماذا تفعل هذه الفتاة؟ تلون، تو تلون. إذن هي تلون. أين حرف التاء؟ أين هو موجود؟ اسمعوا صوته، تو تلون. نعم، إنه في أول الكلمة. إذن حرف التاء هنا في أول الكلمة، تو تلون تلون. إذن لاحظت أني عندما أقرأ الحرف في الكلمة وهو يحمل حرف الضم، أيضا أضم شفتاي وأقول تو تلون، تو توت، تو تفاح. ممتاز ممتاز أبنائي وبناتي، جدا جميل. الآن سؤال، بعد أتأكد أنكم قد استوعبتم وفهمتم ماذا يعني الحركات أو تشكيل الحركة، وصل الصورة بصوت الحرف المناسب له. استمعوا لي حتى نتمكن من الإجابة معا، ضعوا أصابعكم أمام فمكم. إذن قولوا تفاح، تو تو تفاح. ماذا كانت حركة الفم؟ كيف كانت؟ ممتاز، إذا كانت حركة الفم مضمومة، إذا نختار أي حركة؟ أي حركة إذا كانت حركة الشفاه مضمومة؟ صحيح، نختار الضمة، نختار الضمة. إذا نجرب ونرى، نعم إجابتنا صحيحة، تو تفاح. طيب انظروا هنا، تاء تاء تاء، لاحظوا فمي ماذا صار؟ تاء تمر، تاء تاء تمر. التاء هنا ماذا؟ ماذا سمعتم صوتها؟ ما كانت حركة الفم؟ مفتوحة؟ مفتوحة؟ إذن أختار ماذا إذا كانت مفتوحة؟ أحسنتم، نختار الفتحة، تكون شكل الحرف بالفتحة. ممتاز أبنائي وبناتي، رائع رائع جدا، أداؤكم مذهل.
إذن نستمر على التدريب أيضاً على الأنشطة الموجودة داخل الكتاب حتى نتمكن من تعلم المهارة بشكل جميل. ألقاكم على خير بإذن الله. معلمتكم منال صالح الغريب.